انا مستفيد في ايه اصلا؟ انا استفيد ايه؟ هات زيني الفلوس Ha ha ha!
Don't worry, Brian. There's a better way to watch movies. السلام عليكم، انا الدكتور محمد خالي، استاذ قسم الاتصالات خريج قسم دفعه 92. انا متخصص في الاتصالات من ساعه ما اتخرجت، وحاليا انا استاذ في القسم والدايركتور بتاع سنتر فور ورلد ستاديز، بنعمل فيه ابحاث في مجال الكوميونيكيشنز ان جنرال. طبعا خريجين قسم الاتصالات على مدى السنين اللي فاتت كلها معروف ان هم احسن خريجين اتصالات في مصر. كل الشركات الكبيره في مجال الاتصالات بحب دايما تعين المهندسين بتوعنا، لانه احنا